حول الموضوع ينضم لنا من بيروت عبر الهاتف الأستاذ في العلاقات الدولية والقانون الدولي الدكتور حسين خليل. دكتور حسين مساء الخير، أهلا بك معنا. بنظر إلى ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية في الشأن الأمريكي والكوري وما جرى من ربما تهديدات وما إلى ذلك، ماذا يمكن أن يحصل بعد لاحتواء الأزمة الكورية الأمريكية؟ كيف يمكن طبعا ذلك؟ طبعا الأزمة الكورية يعني لها عقد أكثر من 60 سنة، من منتصف القرن الماضي. هناك طبعا حرب باردة إذا جاز التعبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، وطبعا تخللتها كثير من المحطات الساخنة وآخرها طبعا يعني الذي جرى الأسبوع الماضي من حرب كلامية تصعيدية بين الطرفين. طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا على تماس منذ العقد الماضي عندما أجريا مباحثات خماسية أضافت فلسطين وروسيا واليابان حول البرنامج النووي، ولم يتوصلا إلى نتائج مهمة بهذا القدر. لكن ما يخيف بهذا الموضوع التهور إذا جاز التعبير الذي يمارسه الرئيس الكوري الشمالي، إضافة يعني إلى الأوضاع الأمريكية الضاغطة على ترامب في الداخل للصفين. لكن كيف يمكن احتواء الأزمة؟ أعود بالسؤال دكتور إلى كيف يمكن احتواء الأزمة حاليا؟ طبعا هناك مؤشرات على ما يبدو من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية بإمكانية التراجع عن التصريحات وإمكانية البدء في معالجات إذا جاز التعبير تفاوضية دبلوماسية بين الطرفين على قاعدة المساعدات الأمريكية التي يمكن أن تقدم لكوريا الشمالية في خلال تراجعها عن البرنامج النووي. وأعتقد أن كوريا حاليا في عزلة إذا جاز التعبير دولية، إضافة إلى تراجع صيني وروسي عن الدعم الذي كانت يعني تعطيه، وبخاصة الصين عندما وافقت الصين على الإجراءات التي اتخذت بالأمم المتحدة لجهة العقوبات، هذا يعني أن الصين تراجعت عن الدعم المطلق لكوريا، وهذا مؤشر واضح لإمكانية التراجع الكوري الشمالي عن موقفها والبدء في مفاوضات قادمة. وأعتقد أن الوضع الاقتصادي في كوريا الشمالية والعزلة تجبرها على المزيد من التفتيش على يعني بدائل دبلوماسية تفاوضية لإمكانية يعني حل دبلوماسي لهذه الأزمة الناشئة. قلت بأن هذه الأزمة تعود إلى سنوات عديدة مرت، وقلت بأن حتى وصفتها بأنها حرب باردة ما بين الطرفين. إذا ما عدنا بالتاريخ إلى أو الذاكرة إلى أزمات مماثلة حصلت في الماضي وتم احتواؤها مشابهة لما يحصل الآن، هل يمكن أن تذكرنا بها باختصار؟ نعم، أعتقد أشهر مثال يعني بمنتصف العقد الماضي منذ 2005 تقريبا 2006 جرت عدة محاولات لثني كوريا الشمالية عن إذا جاز التعبير مشاكلها وطموحاتها النووية، وكادت أن يعني المفاوضات بين الطرفين إضافة إلى الثلاثة الباقون روسيا والصين واليابان إلى حل هذه القضية، لكن يعني لتغير الإدارة الأمريكية من فترة لفترة تراجعت الأمور. بمنتصف القرن الماضي يعني من 50 إلى 53 يعني حرب كوريا التي قسمت الكوريتين الشمالية وجنوبية وأحدثت شرخا كبيرا في آسيا الشرقية يعني جنوب آسيا الشرقي، كذلك هناك يعني ظاهرة. وأعتقد كمان يعني بالستينات بان الأزمة الكوبية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا، كما تصاعدت يعني رائحة إذا جاز التعبير الحرب الباردة بين كوريا والولايات المتحدة الأمريكية. يعني كوريا الشمالية تنتظر أي يعني أزمة دولية مع أي طرف أمريكي مع طرف آخر لكي تذكر أنها هي موجودة ولكي تثبت قوتها على كوريا الجنوبية. طبعا يعني هناك فارق كبير في القوى العسكرية والسياسية والدبلوماسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث لا يمكن المقارنة أو المقاربة بين أي نتائج. لكن كوريا بحاجة من فترة إلى أخرى لإمكانية التصعيد لكي تكسب يعني بعض المواقف الدولية والمساعدات. لكن بمطلق الأحوال كوريا الشمالية حاليا بمأزق، وهي يبدو أنها تبحث عن حل وليس الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتور حسين خليل أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك.